السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة جيم اون. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديوهات حابة اقولكم عن الحرب اللي حتصير اليوم على الساعة 7 توقيت اوروبا او الساعة 8 بتوقيت السعودية. الحرب حتكون ضد فريق او كلان، مو فريق، اسمه وينلاند. في فرق بين الترتيبات او ترتيبنا، احنا رقم 15، هم الترتيب متوقع كان 29، خلنا نتأكد، يا 29، بس هم ليفل الكلان تبعهم 10 واحنا ليفل الكلان تبعنا 7. فممكن انه الحرب هاي تكون شوية صعبة، وممكن انه نفوز وممكن لا، بس لحتى تعرفوا هذا الشيء تعالوا اليوم على البث لحتى تشوفوا الحرب هاي. حرب بعيلها 3 ساعات و37 دقيقة من تاريخ تصوير هذا الفيديو. في مكان للناس اللي حابة تتقدم، اذا انت حاب تدخل معنا على كلان وتشارك بالحرب هاي، واصل معي على الديسكورد، اترككم رابط الديسكورد في الوصف. بالاضافة الى انه سحب الجيف اوي حيكون كمان اليوم حنسحب الجيف اوي بعد الحرب على طول، يعني حيبدأ البث حنلعب الحرب، بعد الحرب حنسحب الجيف اوي. فاذا انت حاب انك تشوف الجيف اوي بعدين، ما حاب انك تشوفه على البث، ممكن انك تروح على البث بعد ما ينزل على يوتيوب وتقدم لبعد الحرب اللي حتكون مدتها 15 دقيقة، بتشوف الجيف اوي بتعرف اذا انت اللي فزت او لا. وبعد ما نخلص من الحرب ونخلص من الجيف اوي رح نروح ونلعب لعبة جديدة، لعبة جدا خرافية انا صراحة منبسط عليها وحاب انكم تجربوها وتلعبوها معي وتشوفوا اذا حتعجبكم عشان نلعبها مع بعض. واللعبة هي اسمها Escape from Tarkov، لعبة جدا خرافية نازلة من زمان، هي بطور البيتا، يعني هي لعبة مو نازلة بس اي حدا فيه يقدر يشتريها ويلعبها. لعبة جدا خرافية، يعني قتالية حربية بشكل واقعي مو طبيعي، يعني تضرب واحد براسه دغري بيموت، وهي لعبة سيرفايفل، يعني انت بتفوت على العالم، اذا مت بيروح اللوت تبعك، اذا ما مت واخذت اللوت وهربت بتاخذ كل اللوت هذا معك. مثل ما شايفين انا عندي شوية اغراض، طبعا انا مخبي اغراضي جوا الشنط حاططهم عشان احفظ مساحة عندي. فيعني انا عندي اسلحة، عندي امور طيبة، لو تشوفوا هون وهون هذا اي كي وهذا الطلق تبعه، بس انا مخبيهم جوا الشنط لحتى استغل المساحة، لانه النسخة اللي عندي ستاندرد وهي المساحة اللي عندي بس انا وستاتش تبعي. هذا هو كل شيء، اتمنى انكم تحضروا البث اليوم وتدعمونا معنويا بوجودكم في البث، لانه الحرب هي ناويين نفوز فيها ان شاء الله عشان يصير الكلان تبعنا ايمورتال. وكمان اذا حابين تشوفوا لعبة Escape from Tarkov اذا عجبتكم ولا لا، مشان اذا حابين تلعبوها معنا او لا. بس هذا هو كل شيء، لا تنسى انك تشترك في القناه وتفعل الجرس حتى يجيك اشعار لما نبدا البث، تعطيني لايك او ديسلايك حسب اذا عجبك المقطع او لا. وبنهايه المقطع بقول لكم في امان الله.